صديقتي تقول أنا أنام في صالون الضيوف لأن عندي أختين مزعجات، كل واحدة لها وقت نوم ووقت دوام مختلف. إن شاء الله ما تتأثر أحلامي. لا أفا عليك تتأثر ونايمة في صالون الضيوف، يعني خلنا نقول كأن نومك عابر، يعني زي لما مثلا أقعد وأتفرج على التلفزيون وأخذ لي غطة في غرفة الضيوف. وإيش أهمية غرفة الضيوف هذه؟ اقلبيها غرفتك. طيب جيبي سريرك وحطي مفرشك القطن الزين واقعدي واستقري. مش هالشعور هذا، شعور انك انت يعني في حالة يعني كذا مرور الكرام. يعني ليش حالة النوم هي لازم تكون حالة مستقرة، ما المفروض انك انت تتعاملين معها بهالطريقة؟ يعني ما ادري انت تنامين في الارض ولا تنامين على الكنبة ولا تنامين، يعني معناها ما عندك مكان محدد للنوم، او مكان يعني مكان وعيه هو وعي نوم، وعي مجلس الضيوف. ما يصير بصراحة إذا ما يجيكم ضيوف أو ما يجيكم ضيوف إلا كل 6 شهور، اقلب الغرفة غرفة نوم. مو مهم الضيوف، مو مهم. وإذا جو قعدهم في الصالة، والله يعني مو معقولة. يعني أنت يعني، وأقدر أفهم هم عندهم ظروفهم بعد خواتك، بس لازم تضبطين الموضوع.